السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم حبيباتي. نتمنى تكونوا كامل بخير وفي أفضل حال. عمل جديد ومشروع جديد وموديل بنات بزاف طلبتوه مني، راح نخدمه مع بعض، ولكن كملوا الفيديو للأخير لأنه كاين بزاف بزاف معلومات وبزاف تقنيات راح تستفادوا منهم. أنا راح نخدم معكم فقط القماش الإيني، لأنه هنا راني قطعت من القماش هذا اللي فيه الأزهار، قطعت وسادتين عفوا فيهم 50/70 بقطعتين خلفيتين عادي، يعني بالطريقة اللي مولفين بها. أما القماش هذا فنحيت القياس تاع لاوس حطيته، وهنا راح نجيب المتر تاعي تاع الوسادتين نخدم به معاكم. هنا اخترت هذا الموشتي في قماش الفيتاتكس في اللون هذا، قماش ما شاء الله يعني الخامة تاعه الله يبارك. وراح نضيف له للوسادتين هذه، نضيف لهم هذا الشريط كنت ديت فيه 10 سنتيمتر يعني من القماش الاول، والطول اللي هو طول الشريط اللي هو عرض القماش 2.40 متر البنات. نجيب المتر تاعي تاع القماش البنات نفتحه، طبعا هنا راهو مطوي كما كان مطوي في الرولو، نفتحه بهذه الطريقه. ما رانيش راح نطوي لا ليزيغ للفوق ونفصل كيما موالفين نخدموا مع بعض، لا لا، راح نحي الخلف تاع الوسادتين. يعني هنا البنات راني نفصل في وسادتين مره واحده، هكذا البنات ما رانيش نفصل في وساده واحده، نحي الخلف تاع الوسادتين هذو يكون قطعه واحده اللي هي هذيك اللي راكم تشوفوا في الكاباري تاعي فوقها 50/70. اما هذه القطعه اللي منا راني فصلتها معها فما رانيش حنحتاجها، نحتاجها في حاله ما اذا درنا الوساده من الخلف موديل تاع لونفلوب. اما انا اليوم فراني راح ندير الوساده تاعي تتفتح في الوجه تاعها البنات. هذه الوساده تاعي اللي الخلف تاعها عندي فيه 50/70، يعني كشغل نقدروا نقولوا احنا وساده عندها وجهين، الوجه الامامي يتفتح بالازرار والوجه الخلفي يكون سامبل. ناديت القطعه الخلفيه تاعي تاع الوساده، الباقي تاع القماش بما انه عرض القماش تاعي 2.40 متر البنات، فاذا هنا كي ندور هذا القطعه او هذا الجزء تاع القماش نتحصل هنايا على 70 سنتيمتر، يعني راح تبقى لي هنا 70. طبعا القماش راهو مطوي البنات، ونهبط هنا ب 60 سنتيمتر. شفوا على هذا القياس اللي هو 60 سنتيمتر، ركزوا مليح البنات برك في الطريقه هذه. نحي هذه القطعه العلويه، نفتحها لانها راهي مطويه، ونحي كل وحده على حده، يعني هذه تاع الوسادة الأولى، هذه تاع الوسادة الثانية، من بعد نزيد نفصل هذيك أو نقسمها على اثنين، يعني نتحصل على قطعتين فيهم 30/70 سنتيمتر، هذوك تاع وسادة وهذو تاع وسادة أخرى. هذو راح يشكلوا لي القطعة العلوية تاع وجه الوسادة. راح نحتاج هنايا الشريط اللي راح ندير له كشكشة ندخله بيناتهم. هنا هذا القطعة تاع القماش اللي بقات لي نهبط 30 أو 35 سنتيمتر ونحي هذا الجزء. هنا إذا كان درتو 35 بعد راكم راح تعاطفوا عطفة عريضة فقط، إذا كان درتو 30 راحين نزيدو نديرو لها تبطين، هكذا البنات نفتحوهم على بعضهم باش كل قطعة تروح الوسادة، إن شاء الله يكون مفهوم. إذا ما فهمتوش البنات عاودوا برك لا فيديو، هذا ما كان لأنه يعني حاجة بسيطة جدا، فقط يعني توالفوا هذا الأمر تاع التفصيل تاع يعني تنحيو كل قطعه على حده وطبقوا في ارخص قماش عندكم وخدموا هذا الموديل البنات. هنا عندي البنات الموديل تاع الوسائد اللي بالامبريمي راح نخدمهم بالباسبوال، حبيت هنا نشرح لكم على الباسبوال هذا اللي قلتوا لي وريه لنا، كنت وريته لكم نورمالمون من قبل، ولكن حبيت هنا نركز السعر تاعه والله صدقوني ما شفيت، ممكن يكون 50 ألف للرولو هذا، ولكن ما زدتش لقيته، ما لقيتش في الالوان في الكوطون، لانه هذا الباج راهو كوطون والفيوغوز هذاك جاي ساتيني، مي في زوج ملاح ويخدموا لكم مليح. الكوطون اللي جاي لداخل خيط ما شاء الله كوطون، حتى كي تجربوا تشعلوه ما يشعلش، يعني كوطون فري كوطون. اللي ما لقيتش هذا الكوطون او الباسبوال واجد تخدم بهذا الخيط تاع المكرامي وتغلفه بالقماش تاع الدرا عادي جدا، وديري اللون اللي حبيتيه. انا شريت الباج لانه تقريبا يتماشى لي مع بزاف بزاف اقمشه. هنا الشريط تاعي ديت فيه عرض 10 سنتيمتر، والطول تاعو هذا الشريط اللي هو عرض القماش 2.40 متر، راح ندير له كشكشه بالبيد بيش اللي مولفين نخدموا به مع بعضنا.
الشريط تاعي كنت طويته وحددته البنات الحديد ثم الحديد ثم الحديد ثم الحديد. نورمالمون ما نقولكمش، لاحظوا نتوما الفرق بين مثلا خدمتكم وخدمه ناس واحد اخرين، لاني راني نلاحظ هذا الشيء صراحه. نصارحكم في الجروب تاعنا في مجموعه الفيسبوك كاين بزاف بنات يحطوا الكشكشه تاعهم ماهيش متقنه صراحه، ما نكذبوش على بعضنا، ممكن هما ما يعرفوش راهم يخدموا بالنيه تاعهم، ما على بالهمش وين المشكل او وين الخلل. البنات حدوا قبل ما ديروا الكشكشه، لازم تحدوا، خاصه كي يكون القماش بوليستر يعني نيلو، ابار الكوتون، الكوتون وحده اللي تقدروا ما تحدوهش. يعني كي نقولوا الكشكشه اللي تكون فيها عطفه، طبعا هذه الكشكشه في الشريط هذا اللي يكون مطوي يعني تكون دوبلي هكذا، هذا لازم يتحدد يعني هذا بدون نقاش باش تحصلوا على شريط مطوي. ما يديكالي لكمش يعني راهو معدول هكذا، الكشكشه تاعكم تطلع لكم قد قد. اما اذا كان درتوا شريط عطفتوه من ناحيه ومن ناحيه اخرى حديروا له كشكشه، فلازم تحدوه البنات صراحه. يعني هذه اديوها نقطه، حدوا ما تعجزوش، لانه من بعد راح يمد لكم بزاف بزاف منظر تاع حاجه بيان فيني. هنا البنات القطعه اللي كنت ديتها قلت لكم قبيل شفاو مليح، فيها 60 قسمتها على 2 ولات 30، والطول تاعها 70 سنتيمتر. قلت لكم هذه هي القطعه العلويه تاع وجه الوساده، راح ندخل هذاك الشريط اللي كنت درت له كشكشه بين قطعتي القماش. قبل راح نلصقوا او نخيطوا مع الجهه تاع 70 في القطعه هذه، طبعا نخيطوا للداخل هنا فقط، طرحوا معاه بشويه برك. من بعد اللي يبقى لكم منه قصوه عادي، شوفوا راه بقى لي هنا، ما تربطوش رواحكم بالطول تاع الشريط، اخدموا بالكثافه اللي حبيتوها، والباقي تاع الشريط قصوه ورميوه هكذا. البنات نجيب القطعه الاخرى تاع القماش ونحطها الوجه مع الوجه، ولكن قلبتها، شوفوا راني خيطته مع هذه القطعه العلويه. علاه قلبت هنا؟ باش نشوف الخياطه تاع اللي لصقت بها، خيطت بها يعني شريط الكشكشه مع قطعه القماش باش نخيط عليها قد قد البنات هكذا. هادو تقنيات لازم تكونوا تعرفوهم. كي نخيط هنا البنات، راح نخيط قطعه القماش العلويه والسفليه وبيناتهم هذاك الشريط تاع الكشكشه. اخدموا مرحله مرحله، ما تبداوش تتفكروا وديروا لي الكشكشه في نفس الوقت راكم تخيطوا هكذا البنات. اخدموا حاجه حاجه، حبه حبه، ما تغصبوش رواحكم، اخدموا سواء في هذا الموديل ولا في موديل اخر، اخدموا بشويه وما تغصبوش رواحكم، يعني عندكم الوقت الكافي، اخدموا بشويه، خاصه كي تكونوا تتعلموا، مدوا لرواحكم الوقت ومدوا لرواحكم الفرص تاع نتعلم نفسد ونرمي، لانه لو كان ما تغلطيش، لو كان ما هنايا كاين اللي الكشكشه هذيك تدخل لهم مع الخياطه تتكمش، كلشي صراو لكم بزاف اخطاء. لو كان ما تجربوش وما تغلطوش، ما راكمش رايحين تتعلموا. اديو وقتكم الكافي كما قلت لكم، حدوا جربوا على القماش، جربوا على القماش الرخيص. هذه القطعه السفليه تاع وجه الوساده، قلت لكم اما تحبوا ديروا فيها 35 وتعطفوها عطفه عريضه، ولازم تكون فيها عطفه عريضه، او تحبوا ديروا فيها 30 فقط وديروا لها تبطين. انا هنا التبطين هذا والله العطفه العريضه، لاني من بعد راح نلصق عليها الازرار، نخيط فوقها لي بوطون تاعي. انا نحب كي ندير لي بوطون كي نخيطهم على القماش نحبو يكون مطوي، اما مطوي طيه واحده ولا حتى اثنين. هنا راني ندير في التبطين تاعي باش ندعم قماشي، لانه الزر ولا البوطون من كثره ان يتفتح ويتغلق رايح يجبد لي القماش، اذا كانت لاكاليتي تاعي تاع القماش ماشي مليحه رايح يتقطع لي هكذا البنات. وراحين تخسروا الموديل تاعكم كيف كيما الالبسه، كيما تشريو حاجه اذا كانت نوعيه القماش يعني ماشي مليحه رايحه راحين لي بوطون تاعكم هذوك يعني يفسدوا لكم القماش. هنا نكمل التبطين تاعي عادي جدا. فكره التبطين البنات قلت لكم تدعم لكم القماش وايضا توقف لي القماش، لانه هنا كيما راكم تشوفوا القطعه هذه السفليه درتها على وجه واحد، ماشي كيما القطعه العلويه تاع وجه الوساده، دوكا من بعد راكم تفهموني مليح. مادامها هنايا على وجه واحد، على هذيك درت لها التبطين رايح يوقفها لي شويه. نروح هنا ايضا للحديد، لازم نحدد البنات، لانه هنا كي درت قطعتين تاع قماش وبيناتهم هذاك
الكشكاشه رايح يجيني القماش مفتوح على بعضه. هنا كيما شتوني كنت استعملت شويه الماء، الماء يساعدني مالغري عندي لافابور في الحديد، ولكن زدت درت الماء لانه بعض الاقمشه تكون صعيبه شويه في الحديد. استعينوا بالماء. حددت هذيك القطعه اللي راهي يدوب لي فيها الكشكشه. شفتوا كيفاش الكشكشه تاعي راهي بيان فيني، يعني هنا ما راهش يبان منها والو. هنا راح نحطها على الوجه الخلفي تاع الوساده، يعني حطيت الوجه الخلفي اللي فيه 50 على 70، من بعد جيت حطيت القطعه تاع القماش اللي راهي مطويه وفيها الكشكشه، ومن بعد جيت حطيت هذه القطعه اللي راهي جاتني من الاعلى ولكن هي القطعه السفليه تاع وجه الوساده اللي فيها التبطين. ونروح نشدها سير داير بلي زيبانكل. شوفوا كيف ماش طاحت لي هذاك التبطين، طاح لي ما طاحليش فوق الكشكشه، طاح لي فوقها شويه، ماشي فوقها بالضبط ولكن بعيد عليها شويه باش يجيني في مكان الازرار بالضبط، لانه الازرار ما رانيش راح نديرهم فوق الكشكشه هذيك بالضبط، يعني راح نديرها شويه زايدين عليها. هنا كي نخيط فقط هنا ندير بوان داري ولا نعاود على الخياطه تاعي في المكان الالتقاء تاع الاقمشه. ان شاء الله تكونوا راكم تفهموا فيا. راني نحاول جاهده اني ننتقي الفاظ ولا نوصل لكم يعني المعلومه بالفاظ يعني مناسبه. هنا راح ندير الازرار فوق هذا القماش اللي راه مطوي، او فوق الجزء العلوي تاع وجه الوساده. عفوا هنايا راح ندير فتحات الازرار بوطونيير. راح نخدمها معاكم اليوم، راح نوريكم يعني المبدا كيفاش نخدموا البوطونيير. عنده يعني ثلاث قطع نحتاجهم كما راكم تشوفوا، هذه القطعه البيضاء وعندي اللي خاصه بتركيب الازرار، ونحتاجوا الديكوفيت. هنا هذه القطعه تاعي البنات انا تقيس لي الزر تاعي باش من بعد كي نروح ندير الفتحه تاعي تخدمها لي هذا الماشينه، تخدمها لي اوتوماتيكمون، يعني تخدمها لي بطريقه اوتوماتيكيه. لاني هنا راح نمد لها شغل الامر برك، وكنت حددت طبعا في الاول الحجم او القطر تاع الزر، من بعد نروح ندخل القماش تاعي كيما راكم تشوفوا البنات. ندخل القماش، وهنا قلت لكم راه القماش مطوي وهكذا، ونورمالمون نزيد ندير تحته ورق. قلت لكم دائما استعملوا الورق كي تخدموا سوا البوطونيير ولا كي تخدموا الطرز، من الاحسن يعني باش ما ينكمش لكمش القماش. هنايا راني حددت راح ندير البوطونيير، لانه هنا الماشينه تاعي فيها مباشره نخدمو. من بعد نمد لها الامر باش تبدا تخدم لي هي البوطونيير تاعي وحدها مباشره، بلا ما نضغط على يعني الرجل تاع الماشينه، وبلا ما نبقى نتبع خطوه خطوه. هنا هي راح تخدم لي كلش، انا فقط مديت لها القطر تاعي تاع الزر، بعدها هي تروح تخدمه لي كامل. كاين فيها بزاف بزاف لي موديل تاع البوطونيير، انا خدمت بهذا سامبل فيهم خلاص، جاي بزاف بزاف يعني راهو بيان فيني، وفيها قلت لكم بزاف انواع. نقدروا نزيدوا في العرض، نقدروا نزيدوا في السمك، نقدروا نصغروا الغرزه، نقدروا نكبروها. انا درت ابسط حاجه باش نوري لكم فقط المبدا. هنا انتقلت من بوطونيير لبوطونيير واحده اخرى، وايضا عطيت لها الامر باش دير لي واحد اخر. كما قلت لكم هنا من الافضل ديروا الورق سواء في هذا الماشينه ولا في ماشينه واحده اخرى، الورق البنات راح يساعدكم على الانزلاق يعني تاع القماش، يساعدوا باش ما يتكمش. يعني انا النتيجه يعني عن تجربه لاحظت باللي انه كي نستعمل القماش او عفوا الورق احسن من اني ما نستعملوش. هاكم تشوفوا النتيجه، ونروح نكمل. هنايا راني درت 5 ازرار لانه العرض تاعي تاع الوساده او الطول تاعها عفوا هو 70 سنتيمتر. لو كان ندير غير 4 راح تجيني ماشي مفتوحه مليح، والله تجيني فيها خلل. هنا راح نفتح بالديكوفيت ونحي باقي الخيوط. هنا قلت لكم راني استخدمت القطعه الاولى اللي هي هذيك القطعه البيضاء اللي تخدم لي البوطونيير، ومن بعد استخدمت ديكوفيت نفتحوا به الفتحه هذه، نطلع من الاسفل ونعاود ندور من الفوق هكذا باش ما نقطعش الخدمه تاعي، لانه مرات تروح يدنا وتقطع لنا الخيط. الان نروحوا للجزء السفلي تاع الوساده وين راحين نديروا الازرار. نروح نطرح الوساده تاعي مليح
نكسلها مليح باش نعرف الاماكن تاع الازرار تاعي وين يطيحوا لي بالضبط. انا ندخل هنايا السيال تاعي على بوطونيغ بعد ما نفتحهم ونرسم النقطه، ثم نتحصل على مكان الزر نروح نركبه. طبعا نحتاج القطعه اللي تخدم لي او اللي تزير لي على الزر، نحي هذه وندير القطعه هذه الخاصه، هذه تشد لي الزر مليح. هنا عندي في الماكينه تاعي انا نروح نهبط الاسنان، يعني كي شغل اي ماشينه واحده اخرى تقدروا ديروا الغرزه في الصفر، انا هنا عندي فكره مليحه في الماشينه تاعي راح نهبط لها الاسنان باش كي ندير الزر تاعي كي نعود راح نثبته ندير زيكزاك بوان زيكزاك ونخدم اليز، يعني راح فقط نعطيها الامر باش تثبتوا لي. انا نحطه في مكانه وين كنت حطيت النقطه، نهبط البيد بيش تاعي عليه ونروح ندير زيكزاك بوان زيكزاك ونمدلها الامر. طبعا نديرو من 9 الى 10 غرزات فوق الزر تاعنا، وهكذا يكون ركب الزر تاعنا بطريقه سهله جدا في مكانه بلا ما تركبي الخيط لبرا بلا ما ديري حتى حاجه، يعني طريقه سهله جدا. انا دائما نخلي اخر حاجه في الخدمه تاعي كامل بعد ما نخلص خياطه تفصيل والخياطه الحديد تاع كامل كامل الاطقم تاعي، نخلي الازرار هما اخر حاجه نستمتع بالتركيب تاعهم. صراحه البوطونيير نخدمها بعد ما نحدد الاطقم تاعي، يعني تبقى لي غير مرحله التصوير بعد باش نروح انا نركب الازرار تاعي، فهمتوني البنات؟ يعني اخر حاجه نركب الازرار تاعي وندير لهم فتحات ومباشره نروح نصور، هذا اذا كان عندي تصوير. طبعا اذا كان ما عنديش تصوير نركب الازرار ونغلف او نومبالي. هنا راكم تشوفوا كيفاش دخلت المخده تاعي بعرض مع عرض الوساده، هذه الفتحه انا درتها مع عرض الوساده، تقدروا نتوما ديروها بالعكس يعني بالطول كي شغل، او العكس انا راني دايرتها انا بالطول نتوما ديروها بالعرض. يعني هنا المهم الفكره او المبدا كيفاش يكون القماش مطوي، يعني في الجزء العلوي هذاك وين درت فتحات الازرار درت القماش تاعي مطوي باش ما نضلش هذيك الكشكشه تخلي لي مثلا ماهيش مفينيه من اللور. هكذا البنات على هذيك طويت القماش تاعي باش تكون الخدمه تاعي نقيه وايضا تكون القماش تاعي يكون مدعم. هذا هو الموديل تاعي البنات، سامبل وخفيف خفيف خفيف ظريف ولكنه حاجه كلاس. انا بزاف بزاف استغنيت على لي جوتي، وليت ندير تقريبا نص الاطقم تاعي يعني فيهم 6 قطع تقريبا، يعني الا اذا كانت عروسه وكانت حابه دير وسائل تزيينيه، انا تقريبا استغنيت عليهم. هاوليكم الموديل البنات، خفيف ظريف وفيه لمسه. هنا تقدروا تبدلوا كما قلت لكم، تقدروا توجهوها العكس، تقدروا ديروا غير 4 ازرار ولكن انا يعني نفضل انه يكونوا 5 احسن. تقدروا ديروا هذه الكشكشه بلون مغاير، يعني اطلقنا العنان لابداعاتكن. دائما نقولها لكم، يعني انتم كل وحده تهز الفكره وتطورها بالشي اللي تعرف او بالمكتسبات اللي راهم عندها. تقدروا حتى تزيدوا الراس تاع الدرا وديروا فيه كشكشه بهذه الطريقه وتزيدوا ديروا فيه ازرار. هذه هي الفكره تاع اليوم وهذا هو الموديل تاع اليوم البنات، نتمنى نشوف تطبيقاتكم وخليوا لي اسئلتكم في التعليقات نجاوب عليها باذن الله. تهلاو في رواحكم حبيباتي، مع السلامه.